هذاك السلاليه مزيان، حتى جهه اللحم هذاك مزيان ديال العشوب ماشي ديال العل، هذاك اللحم مزيانين. رزقكم بخير. نسوي في القضيه الاستفاده من المشاريع الفلاحه، نستافدوا ماشي نستافد نستافدوا، ولكن نتمنى ان شاء الله اتسو نستافد. الله يرحم والديكم. الو نتيني تنمية هذا العام غطى شويه، شحال داير الثمن شويه غزايد شويه؟ الثمن اسيدي هذا العام طالع طالع، فيها 20000 ريال ديال 8 كيلو، فيها 15، فيها حسب الكيلو، حسب الكيلو. شو هذا العام فيها 100 درهم الكيلو ديال اللحم، فيه 100 درهم الكيلو. المهم هذاك واحد المال كي خدام ديالك، خدام واخا ماشي بحال تيم حديت ولا بحال ديال العطويه. مزيان المذاق، المذاق شكون اللحم ديال العشوب ماشي ديال العلف، ديال العشوب، ديال العشوب. الا كاين الشتاء كتكون ديال اللحم مزيان وربيع ديال مزيان، الا ناقصه شويه ديال الشتاء كاين ناقصه ديال الربيع. الا كان الثلج كيفاش يصحى الغنم؟ الا كاين الثلج كنعطي شويه ديال العلف، كنعطي شويه ديال العلف، ولكن شويه شويه كيحيد الثلج صافي هاتين لاباس عليه. ولكن كنتمنى ان شاء الله اما للفلاحه ولا الوزاره اي تعاون شويه ديال الكسبه، الله يجزيهم بخير. شكون هذاك الاصل ديال الفلاحه ولا ديال الصناعه التقليديه هي الغنم. يجزيكم بخير. شكرا.